ولكن خلينا نشوف إيهاب الخطيب الناقد الرياضي على التليفون رأيه إيه. مساء الخير يا كابتن إيهاب. مساء الخير أستاذ ريان، على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام. اهلا بيك. دلوقتي يعني احنا بنتكلم عن الاحتفاليه لافضل لاعب اللي بدات بافضل هدف لمحمد صلاح، ايه اللي متوقع لمحمد صلاح؟ طبعا جائزه ذا بيست او الافضل او افضل لاعب في العالم البالون دور سابقا اللي كانت بتنظمها الاتحاد الدولي للفيفا مع مجله فرانس فوتبول، وبعد انفصالها بقت خلاص عرفت باسم ذا بيست او الافضل في العالم. دقائق وتفصيل عن اعلان الفائز. بالنسبه لهدف صلاح، هدفه مع ليفربول ضد ايفرتون اللي فاز بجائزه بوشكاش، وده بوشكاش واحد من اعظم هدافين العالم والجائزه باسمه، لكن التصويت فيها بيبقى جماهيري، فبالتالي كان من المتوقع صلاح لان المصريين يعني مركزين مع صلاح ونمسك الخشب بسم الله ما شاء الله. لو في اي حاجه عايزه استفتاء او تصويت جماهيري كان في دعم كتير ليه فعلا، كان دايما بتيجي يعني مقاطع فيديو لاهداف صلاح وادعموا صلاح. صحيح المصريين كانوا يعني بيحتشدوا يعني وراء النجم المصري، ليهم دور كبير جدا في صلاح بالجائزه دي لانها تصويت جماهيري. كذلك يعني عدد من جماهير العالم اللي بتعشق محمد صلاح ساهمت مع الجماهير المصريه بشكل كبير، فدي الجائزه الاولى. والكلمه اللي قالها صلاح بعد استلامه جائزه افضل هدف في العالم، كلمه واحده، قال اتطلع للفوز بجائزه الافضل. طبعا بنتمنى، لكنه الموضوع مش سهل، ولكن برضه لما نيجي نتكلم وحضرتك ليه مش سهل واحنا دلوقتي بنتكلم عن انه كمان رونالدو يعني مش موجود، وده شيء غريب يعني، عايزه برضو اسمع راي حضرتك. تمام. اولا كريستيانو رونالدو مش موجود لانه عارف ان هو مش هيفوز. كريستيانو عنده آليات قويه جدا على مستوى العالم اللي بتتيح له ادراك ومعرفه الامور قبل وقوحها. لعب في العشر سنين اللي فاتت واخد خمس جوائز افضل لاعب في العالم، خمس جوائز افضل لاعب مع ميسي. هو بيقول طبعا ان هو عنده ماتش بيعمل استشفاء، وعنده ماتش يعني يوم الاربعاء مع بولونيا في الدوري الايطالي. طبعا دي حجه بس للهروب، زي ما ميسي برضه اعتذر وقال لاسباب عائليه خلاص عهد ميسي وعهد كريستيانو في الجواز بيولي في اجيال جديده داخله في نجوم على مستوى العالم. محمد صلاح عنده اكتر من حاجه تدعمه النهارده. محمد صلاح عنده دعم الجماهير، ودعم الجماهير بيمثل 25% من الجائزه دي مع كباتن الفرق وبعض كباتن المنتخبات. والعامل الثاني الاهم ان الدول الافريقيه والدول العربية وكمان الدول الإسلامية، الناس اللي محبة لصلاح قوي ليها نوع من التصويت كمدربين بتدي محمد صلاح. كمان السبب الداعم الأكثر هو تفتيت الأصوات بين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش على المستوى الأوروبي، فبالتالي هيحصل نوع من التصويت أو تفتيت الأصوات، وبالتالي ده لصالح محمد صلاح. الجائزة بتتاخد على اللي فعله اللاعب مع منتخب بلاده ومع فرقته في الموسم الاخير. صلاح كان سبب من اسباب تاهلنا لكاس العالم بعد 26 سنه، فبالتالي عمل مع منتخب بلاده كمان الالقاب اللي محققها على مستوى ناديه، افضل لاعب في الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي، وافضل لاعب في قاره افريقيا، كلها جوائز بتحط صلاح على المحك. لكن تفوق وفوز لوكا مودريتش بافضل لاعب اوروبي وتالقه في كاس العالم ووصوله لنهائي كاس العالم، ده ادى لمودريتش كتير جدا. لكن برضو انا بتكلم احساس كبير جدا جوايا، يعني احساس كبير جدا جوايا بيدفعني ويقول ان ارقام محمد صلاح فعلا فعلا تحطه على منصه التتويج. النهارده بنتمنى ان يكون متوج، ولو لم يتوج صلاح فهو صلاح يعني عشنا وشفنا، عشنا وشفنا لعيب مصري موجود على منصة التتويج كأفضل لاعب في العالم، ده فخر ما بعد فخر. طيب فوزه بأفضل هدف، يعني أنا أتمنى طبعا زي أي مصري أنه محمد صلاح ياخد ذا بيست، بس فوزه بأفضل هدف بيقلل التوقعات؟ خالص خالص. دي يعني بالعكس، ده هو يعني ده يدعم، لكن زي ما قلت لحضرتك هي الجايزة بتبقى يعني واخد الشكل الجماهيري اكتر. ولكن عايز برضه اقول لك معلومه، ان نهايه التصويت على افضل لاعب في العالم كانت بتاريخ 10/8، يعني تخيل العالم كله بعت من 10/8 مين اللي هيبقى كسبان، لان هي 75% بتخضع
لمدربين اللي بيدربوا في بطولة أوروبا ثم الدوري الأوروبي، و80 صحفي من الويفا أو الاتحاد الأوروبي، وبعد كده كباتن والمدربين لمنتخبات بعض المنتخبات مع صحفيين من بعض الدول. كل واحد بيبعت وبيتم حسم الجائزة دي، فالكل ده بعت يوم 10/8. فبالتالي عشان كده بقولك هو كريستيانو بعارف ان هو مش كسبان، فما بيروحش. ده لآلياته بقى وليه مصادره وليه إمكانياته الكبيرة اللي متربع على عرش اللعبة من سنوات. يعني صلاح في طريقه ليصبح أفضل لاعب في العالم، هو بأرقامه يستحق أن يكون الأفضل، وصلاح إن لم يكن الأفضل رقم واحد هيكون رقم اثنين، وحتى لو كان رقم ثلاثة هو إنجاز ما بعده إنجاز. نقدر نقول انه قرار رونالدو بيأكد خسارته بالجائزة، جائزة افضل لاعب في العالم. عدم حضوره ده خلاص مش موجود، يعني ولن يعطي الفيفا، يعني فيفا لن يعطي الجائزة اللاعب مش موجود في الحفل، وبالتالي نفس اللي حصل في جائزة الافضل الاوروبية للاتحاد الاوروبي. هو مش غريبة طبعاً يا استاذ ايهاب ان هو يبقى متأكد انه مش هياخد جائزة افضل لاعب ويقرر انه ما يشتركش في الحفل زي ما حصل في جائزة افضل لاعب اوروبي؟ هو طبعا اللي كان في موناكو النجم الكبير لازم يبقى، حتى لو ما كانش على منصات التتويج لازم يكون داعم للنجوم الاخرين، لكن القصة مش بتتقاس بهذا الشكل. يعني هو كريستيانو خلاص فقد صوابه بقاله فترة، كمان مشكلته مع ريال مدريد وجوده في اليوفي والشكل اللي بيأدي بيه بالفترة اللي فاتت وبكاءه الشديد بعد طرده في المباراة قبل الأخيرة، فهو باين جدا 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 ان هو متأثر وان هو مش مبسوط بالشكل الكبير، وان هو يعني تأثره مختلف تماما. فبالتالي انا بقول لحضرتك يعني، واحنا شايفين يعني على الشاشة قدامنا اللي بيتابع الحفل محمد صلاح قاعد وجنب وكيل اعماله، الكاميرا يعني مسلطه الاضواء عليه بشكل كبير جدا. فانا اتمنى 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 ان صلاح النهارده يعملها، زي ما بقول لك بالارقام صلاح الاقرب، التصويت اللي تم فرزه هو ده بس اللي هيقف عليه اعلان النتيجه اللي خلال الدقائق الجايه هنعرف مين هو افضل لاعب في العالم. طيب هو السؤال الخاص برضو بموقف رونالدو اللي اعتذر عن عدم حضور الحفلة زي ما عملها قبل كده من أسابيع، هل ده يعني بناء على أنه متوقع أن الجائزة مش ليه، ولا أخبار مسربة لرونالدو؟ هو متأكد، أنا قلت لحضرتك في البداية أن النجوم اللي زي صلاح وزي ميسي ليهم قاعدة كبيرة جدا، وأكبر إدارات في العالم بتديرهم، واكبر علاقات في العالم عندهم. صلاح ابن مصر لسه اول سنه، يعني الخبر مسرب لكريستيانو رونالدو. مش خبر مسرب، المعلومه عند كريستيانو بس عشان نبقى مختصرين، يعني المعلومه عنده ان هو مش موجود على منصه التتويج زي يعني افضل لاعب اوروبي، برضه المعلومه كانت عنده. المعلومه كانت عنده يعني الخبر مسرب. يعني هتجيله ازاي يعني يا استاذ ايهاب؟ عموما هي يعني الاخبار والصحف اشارت في تعقيبها على الموقف ده انه يعني في تركيز على شخص وبيبالغ في ده جدا كريستيانو رونالدو، وعلى انجازاته وتصريحاته كانت بتعكس ده الفتره الاخيره، وانه ده يعني كان شيء مستفز لجمهوره. فقدنا التواصل استاذ ايهاب، شكرا ليك. عموما يعني وجهه نظرك وصلت، شكرا جزيلا استاذ ايهاب الخطيب الناقد الرياضي على وجودك معنا. ان شاء الله محمد صلاح يفوز، وزي ما قال كده استاذ ايهاب ممكن جدا بدايه الحفله المبشره الجميله دي انه ياخد صلاح افضل هدف تكون هي الطريق لافضل لاعب، مش بعيده على محمد صلاح بكل انجازاته وبكل اهدافه وبكل صموده قدام التحديات والعقبات اللي قابلته والمشاكل والضغوط النفسية اللي اتكلمنا عليها واللي كانت واضحة في الملعب في المباريات الأخيرة. صلاح قادر أنه يواجه وأنه يتحدى حاله زي حال أي بطل حياته فيها نهوض وفيها إخفاقات في نفس الوقت، وده شيء طبيعي، التحديات اللي بتقابل أبطالنا. بطلنا المصري محمد صلاح، كل التوفيق إن شاء الله في الحفل اللي احنا بنتابع أخباره معاكم أول بأول، الحفل اللي بيقام في لندن وأنظار العالم بتتجه ليه.